تخيل في يوم من الأيام بيتك واللي هو مصدر أمانك الوحيد تصير مراقب فيه داخله، كل حركاتك داخل البيت مسجلة، روحتك، جيتك، أي شيء في راسك تسجل، وبعد فترة تكتشف أنك أنت مراقب. طيب يا جماعة الخير، أتمنى اللي صار لي ما يصير حرفياً لأي مسلم يا رجل، حتى عدوي ما أتمنى يصير لهذا الموقف. مثل أي يوم معتاد، صحيت من النوم، جهزت وضعي إني أنا بطلع أنا والشباب، اتصلوا علي، ركبت معهم السيارة نص الطريق يا جماعة الخير، بعد ممكن 30-40 دقيقة إلا تجيني عدة اتصالات، سامة الحق قناتك طرقت. المهم دخلت قناتي في اليوتيوب الا اناظر له طاردني من حسابي، استغربت من الموضوع. انا جاء في راسي على طول ان الشيء هذا اللي قدامي مقلب، الشيء هذا ما يمس الواقع باي صله، لاني انا متاكد الفتره الاخيره ما دخلت اي موقع او ما ضغطت على اي رابط، قلت شكل الموضوع مقلب. رحت وصلت مع اخوياي. السلام عليكم. هلا بدران. هلا سام. هلا غلا. هلا، كيف حالك؟ طيب والله بخير يا حبيبي، ترى بالبر انا صوتي يصل متاخر. طيب ما في مشكله. بدران وينك في اول شيء؟ توني واصل البر الان، يعني قبل، يمكن قبل ساعه او ساعتين. وين كنت؟ قبل ساعه كنت على السيت اب، كنت منتج. كنت منتج؟ طيب طيب اسمعني بدران، امنتك بالله انت داخل قناتي مغير الباسورد؟ داخل قناتك مغير الباسورد؟ اذا محتوى بساعدك، لا تشيل هم. واذا كان مو محتوى؟ لان قناتي مسحوبه. لا تستعبط. صادق انا والله. احلف. والله العظيم. قول والله العظيم انه مو مقلب عشان اصدقك. اقسم بالله العظيم انه مو مقلب. اقسم بالله اني انا ما قاعد اسوي فيك مقلب. اقسم بالله العظيم اني ماني قاعد اسوي معاك مقلب، والله العظيم قناتي اللوجو والبنر لها ساعتين مسحوبه، وكنت احسبه يا انت يا معلوم. والله العظيم ما قربتها ولا لمستها والله. بدران والله قلت لك اذا محتوى اقسم بالله لساعدك لين تذن. اسامه والله العظيم ما قربتها ولا مره بحياتي ولا لمستها ولا دخلتها. اخر مره تذكر لما كنت عندنا الكويت، لما جيت للكويت؟ ايوه. مو دخلت انت الكمبيوتر مالي؟ حلو. طيب دخول حق قناتك اوكي، سجلت لك مقطع انت باليوتيوب مالك اوكي، بعدها انت بنفسك سجلت خروج ونحذف كل شيء. بدران انت مدير بعض الاحيان على القناه، تدخل تعدل على العنوان كيف؟ والله العظيم ما لمستها نهائيا ولا قربتها. لما تقول لي ادخل ادخل، انت حاط الباسورد بالجروب مال الشباب بالديسكورد، الباسورد مال القناه، اذا انت كنت في الجامعه ولا شيء تبي احد يساعدك ماكو غير بدك سمعله. والله اكيد معلو، بدك مستحيل يسويها. والله اني ما لمستها ولا قربتها ولا جيت صوبها. طيب اوكي خلاص زين، يعطيك العافيه. ليش صاير مسحوبه القناه؟ اسالك بالله مسحوبه؟ والله مسحوبه والله. رد البيت شوف وضعها. لا ما يحتاج. كلش مره يعطيك العافيه، انجوي. يا هلا. بديت اتشتت، قعدت تدور الافكار في راسي، قلت وش صاير؟ هل من الممكن الباسورد اللي حطيته لقناتي كان ضعيف، او ان بياناتي تسربت؟ واحده من الثنتين. وانا اصلا كل اسبوع او كل اسبوعين اغير جميع الباسوردات. ليه اغيرها؟ لان بعض الاحيان يا جماعه الخير تتسرب بعض البيانات، البيانات هذه تتسرب من مواقع ثانية غير موثوقة، فأنا حريص كل أسبوع أو أسبوعين أغير الباسورد وأخلي الباسورد معقد بشكل كبير. ولكن باقي من أخوياي ناس ما سألتهم، ممكن يكون الاختراق من عندهم. في أحد داخل معاك في نفس الديسكورد حقك؟ لا، ديسكورد ما يستخدمه إلا أنا. لا نهائياً أنا بس. ليه سألت هذا السؤال؟ لأن يا جماعة الخير إيميل وباسورد قناتي موجود في جروب بيننا في الديسكورد، وأخاف إن في أحد مستخدم حسابه وشاف الإيميل والباسورد. وأنا في الفترة هذه أصلاً فاك التحقق الثنائي، عشان يا جماعة الخير لا قلت ما أحد يدخل ويعدل على أشياء اللي أنا أبغاها. من يستخدم جهازك غيرك؟ ما في أحد، ما في إلا أنا في البيت اللي بيستخدم جهازي. ما في أحد معي أبداً نهائياً. فين استغربت بما إن ما عطى حسابه أي شخص، أو ما في أحد يعرف الديسكورد حقه أو سجل دخول في أي كمبيوتر عند أخوياه، قلت هل ممكن في شخص استخدم الجهاز حقك غيرك؟ السؤال هذا منطقي، أنا ممكن في شخص استخدم الجهاز وفتح بريدة داخل الجهاز وجاه رابط وضغط عليه. الاحتمالية بسيطة ولكن لازم ندرسها. هل الديسكورد حقك محطوط في جهاز لابتوب ورحت لمكان عام وربطت هذا الجهاز في شبكة في مكان عام مثل كافي، مثل مطعم، مثل هذه الأماكن؟ الديسكورد موجود بس على البي سي على الجوال، وسالفة اني شبكت بنت عام او لا لان عندي انا نت في الجوال وما يحتاج اني لا. السؤال الثالث هذا فيه شوي من قوة التحليل. ليه؟ لو ان الديسكورد حقه في لابتوب وكان ماخذ اللابتوب في اي مكان عام واتصل بهذا اللابتوب من اي انترنت موجود في الاماكن العامة، ممكن الانترنت هذا يكون مخترق وعن طريقه اخترق الديسكورد حقه وعرف المعلومات اللي قاعدة تمر للشبكة. قلت ممكن. في اخر فترة هل دخلت الى روابط مشبوهة؟ اخر فترة ما اتوقع، لا كل الروابط اللي ادخلها احاول نكون حريص انها تكون روابط موثوقه. لا مستحيل، لازم تفحص الرابط بعدين ادخل.
هنا سألته بطريقة مباشرة، هل أنت ضغطت على رابط أو لا؟ هنا راح أعرف إن إذا هو ضغط على رابط والرابط هذا صار رابط مشبوه، راح نعرف من وين جاء الاختراق. لكن صدمني بالرد، إنه ما ضغط على أي رابط في الفترة اللي فاتت. هل برنامج المونتاج اللي عندك مكرك ولا أصلي؟ البرنامج اللي عندي أصلي. إيه نعم مكركة، ولكن لها تقريبا 6 شهور وأنا استخدمها وشغال معي كويس مرة. الشيء الأخير هذا شيء مهم، البرامج لازم نحملها من مصادر الموثوقة. أوكي ندفع فلوس، ولكن الفلوس هذه توفر لنا حماية. في كثير من الناس يسوي كراك للبرامج المونتاج ويحط داخل الملفات ملف يكون ضار. في لحظة تنزيلك البرامج المونتاج هذه أو البرامج المكركة يزرع في جهازك برنامج ضار وأنت ما تدري. السؤال هذا فيه خصوصية شوي، كم جهاز داخل بيتكم أو كم بي سي أو كم كمبيوتر مرتبط في نفس الشبكة اللي أنت متصل فيها؟ في تقريبا البي سي حقي ولابتوبين تقريبا في البيت. بي سي الستريمينج والجيمينج وبي سي أخوي. سؤالي هذا، كم جهاز موجود داخل بيتكم؟ ممكن الشبكة حقتك من جهتك تكون كويسة، ولكن في شخص ثاني في البيت متصل في نفس الشبكة وعنده برضو كمبيوتر وجاه أي رابط واخترق الشبكة من الجهاز الثاني. الساعة 8:30 في يوم الأربعاء. ما كنت في البيت، كنت أتوقع أني برا مع الشباب، ما أتوقع أني كنت في البيت. يوم الأربعاء الساعة 8 كنت طالع أنا واثنين من الشباب، ولكن حول البي سي تقريبا من العصر. أنا حاط الإيميل والباسورد في الجروب حق الديسكورد، تمام؟ إذا أنتم قاعدين تصورون مقطع علي فقولوا لي فراح أساعدكم حرفيا. لا مستحيل والله، ما إحنا مرة مو إحنا، ما أتوقع أنه أحد من العيال راح يسويها، وهذا كان بيكلمنا. ما أتوقع أنه أحد من العيال ولا أنا، يعني أنا استبعد أن أنا اللي سوي ذي الحركات، وحتى لو بأسويها أكيد بعطيك علم قبلها. مستحيل، المقالب هذه مستحيل نهائيا أني أسويها، لأن فيها قطعة رزق وقمطة وبيخاف وبيقعد ويتوتر، فنهائيا مستحيل أسوي المقالب دي نهائيا. سألت سؤال مباشر، إذا مقلب راح أساعد، بس قل لي، لأن المقلب يا جماعة الخير بين ساعة لساعتين خلاص راح تنكشف الأوراق والكل راح يدري، ولكن الموضوع طول. هنا حرفيا قفلت كل الطرق في وجهي وعرفت أن الموضوع اللي قدامي مو مقلب. هذه اللحظة حسيت ان الموضوع حقيقي لدرجة ان القناة اخترقت الساعة 8:30 أو 40 دقيقة. كنت اعتقد انها في البداية انه يعني مقلب او شيء، قلت بيخلص وبيرد لي القناة، ولكن لاحظت بعد فترة، ممكن بعد ما مرت ساعتين وبعد ما تأكد، صار الموضوع مو مقلب، صار الموضوع حقيقي. هنا حرفيا انحاست افكاري، كنسلت الطلعة على طول، رجعت للبيت نظرت القناة، صدق اللوجو متغير، البانر متغير، الباسورد متغير. طبعا هذه اول مرة تخترق فيها القناة، حرفيا لما يكون عندك شيء ثمين يوخذ من انك في ثواني حرفيا بسيطة. الشيء هذا انت شغال عليه من سنين، قعدت على الجهاز جاء في راسي اسوي اشياء كثيرة، قلت الان لا يكون نفس اللي اخترق قناتي سرق معلومات اكبر من القناة، لان حسابي ابشر موجود هنا وجميع حسابات التواصل الاجتماعي موجودة في نفس الجهاز. بعد ما شيكت على الموضوع يا جماعة الخير، حصلت ان تويتر حقي انسحب، ولكن وش اللي مخليني ما اصدق؟ انه فقط بس غير اللوجو والبانر وربط التحقق المعروف عند الناس، او اي يوتيوبر يخترق عنده قناته يكون لازم يفتح فيها بث او ينزل فيها مقطع. تعرفون البث هذا دائما يكون حق العملات الرقمية، هذا ما سوى الأشياء ذي. نمت بعد ما صحيت من النوم، لحد الآن راسي يقول ترى هذا مقلب، لا هذا حقيقة، هذا كذب. بين الفكرتين هذه، ليه أقول حقيقة؟ لأن ربط قناتي بالتحقق الثنائي، وليه أقول مقلب؟ أقول لحد الآن هذا مستحيل ما بث لحد الآن. بعدها بثواني إلا أشوف تويتر حقي منسحب، قلت فأكيد معلوماتي تسربت بشكل كامل. تواصلت مع اليوتيوبر اللي قد اخترقه من زمان، فأبغاهم يعلموني وش الطريقة اللي أسويها عشان أقدر أرجع قناتي. علموني الطريقة ورحت راسلت جماعة الخير يوتيوب، ولكن أنا وش مخوفني الآن؟ غير القناة انسحب تويتر حقي، قلت أكيد معلوماتي كلها راحت وانسحبت كلها من الجهاز. جاء في راسي حرفيا شخص، هو الشخص الوحيد اللي راح يساعدني، الشخص هذا مختص في الأمن السبراني. على طول رفعت جوالي واتصلت عليه، سلام عليكم مهند كيف حالك طيب، وشرحت له السيناريو بالكامل. قال لي أنا ما أقدر أحدد الاختراق جاك من وين، ولكن الشيء الأكبر والأهم هل جهازك مخترق أو لا. المهم أنا ما أدري الآن صدق هل جهازي مخترق أو لا، فسؤاله هذا حرفيا كان في محل، لأن صدق لو يكون الجهاز مخترق ما في فايدة، ممكن أرجع القناة ويعود يخترقني الشخص مرة ثانية. في فرق بين حسابك انسحب وفي فرق بين جهازك كله مخترق. فطلبت برضو من مهند يا جماعة الخير إنه يجي يفحص جهازي بنفسه، ولكن الشخص ما كان عنده وقت. حاولت إنه يجي في أسرع وقت، لأن صدق لو كان جهازي مخترق راح يكون المخترق مستمتع داخل جهازي. السلام عليكم، أنا مهند.
تواصل معي أسامة بخصوص أن قناتي تعرضت للاختراق، ولكن تبين لي أن المخترق اخترق عنده موقعين تواصل، اخترق عنده اليوتيوب كذلك تويتر اللي في منصة إكس. بعدين تبين لي هل أنه ممكن الهكر ممكن أنه وصل للجهاز واخترقه أو لا. تواصلت مع أسامة وقال لي مهند لازم تجيني في أقرب وقت. جيتها في أقرب وقت وفحصت الجهاز، ولكن الحمد لله ما وصل للجهاز أبد. الشيء الوحيد اللي يقدر يوصل له حسابه في تويتر اللي حاليا منصة إكس وحسابه في اليوتيوب. توصلنا بعدين ورجعنا في السيناريو ورا شوي، اكتشفنا بعدين أن أسامة فتح رابط غير موثوق فيه، والرابط هذا كيف جاه وشلون؟ أنا جاني الرابط هذا من زمان، والرابط هذا له أكثر من 30 يوم وما كنت حاسب له أي حساب. في قصة الرابط هذه راح أقولكم إياها. شركة كلمتني قبل ما يقارب 40 إلى 45 يوم، تواصلت معي قالت نبغى نسوي عندك إعلان، والإعلان هذا يخص شيء معين راح يصير بعد 4 شهور. كطبيعة أي يوتيوبر راح يسأل كم المبلغ راح تقدمه لي في الإعلان، وهل الإعلان مناسب للفئات اللي عندي أو لا. شفت الإعلان، شفت إنه مناسب ومرة ممتاز وراح يفيد ناس كثير. قلت لهم كم المبلغ اللي راح تعرضوه علي. عرضوا لي مبلغ في البداية، ولكن المبلغ هذا صار مبلغ غير مرضي لي. فقلت لهم لا، أحتاج مبلغ أكبر من هذا. فقلت إنهم راح يزودون 100-200 دولار وبيمشوا الأمور وبوقع العقد معهم وبمشي. مع الخير متخيلين مثلا، قلت لهم أعطيكم مثال، تخيلوا مثلا نقول سعر الإعلان 10,000، أعطوني يا جماعة الخير 25,000. المبلغ مغري بشكل كبير. فأول ما شفت المبلغ هذا قلت أكيد إن هذه الشركة هي الشركات اللي تيجي تغري اليوتيوبر بعدين تسرق قنواتهم، ويعني بنفس السياق هذا. قلت بصير ذكي عليهم، بسوي حركة. الحركة وشي؟ إني أطلب منهم مبلغ في بداية العمل وانتظر 3-4 أيام، اللي حرفيا حولوا لي 20% من المبلغ، والإعلان باقي له أكثر من 3 شهور. وارسلوا لي جماعة خير عقد إلكتروني، والعقد هذا لازم أوقعه. وارسلوا لي الرابط واضغط على الرابط. ولكن تبين لنا بالنهاية أن الرابط هذا غير موثوق بتاتا. الرابط هذا مجرد أنك تفتحه تعطيه صلاحية أنه يوصل لجهازك، فعليا بيوصل لقناتك ويخترقها. سمى هذه بهجمة مان إن ذا ميدل، اللي يكون هاكر في النص ما بين الشركة وما بين الشخص. مجرد أن المعلومات ترسل من الشخص للشركة، الهاكر بيطلع عليها. كذلك العكس، أي شيء يرسل من الشركة للشخص، الهاكر يطلع عليها. ولكن الأحرى تبين لنا أن الشركة هذه غير موثوقة وما لها أي مقر بتاتا. أسامة قال لي شيء غريب. الشيء الغريب أن متخيلين أن قناتي انسرقت أو انسحبت بعد 30 يوم أو ممكن 32 يوم. يعني لو أن هكر أو كانت الجهة هذه صدق تبغى تسرقني، كان ما صار الحدث هذا بعد 30 يوم. ولكن تبين لنا في فترة 30 يوم هذه إن كان الرابط هذا يتنصت على جميع المعلومات اللي أنت ترسلها أو ممكن تتواصل معها في الشركة، ولكن قد ما يقدرون إنهم يجمعون المعلومات واختاروا الوقت المناسب عشان يخترقونه. باللي عرفته من مهند واللي وضح لي إياه، قالوا سامة في 30 يوم هذه أي شيء سويته خلال 30 يوم تراه سرقوه وخذوا معلوماته، لأنهم كانوا قاعدين يتنصتون. بعدها يا جماعة خير ننتظر رد يوتيوب، وتواصلت مع يوتيوب عشان يرجعون القناة حقي. طلب مني يوتيوب عدة أسئلة، منها تاريخ الإنشاء، الأسماء، الاسم كامل، وش الأشياء اللي مربوطة على حسابك في يوتيوب. أشياء كثيرة طلبها مني، وبرضو منها تاريخ إنشاء القناة وتاريخ إنشاء حسابك جوجل. عقد لي الموضوع بشكل كبير عشان يتحقق منه الشخص اللي قاعد يكلم، هل هو صاحب القناة أو هو شخص محتال. المعلومات اللي طلبها مني حرفيا ما يعرفها إلا أنا. فسلمتهم المعلومات وقاعد أنتظر ما يقارب 4 أو 5 أيام عشان يقدرون يرجعوا لي القناة. يوم رجعت القناة حصلت جواب لسؤالي السابق. قلت غريبة، الشخص هذا ما بث في القناة ولا نزل أي مقطع. أنا يا جماعة الخير عندي سترايك ما يقارب قبل 20 يوم. السترايك الثاني للقناة يوتيوب يقولك ما تنزل 7 أيام أي مقطع أو تسوي عملية بث مباشر. عشان كذا الشخص المخترق فتح بث، ممكن إنه فتح بث، والبث هذا كان يتكلم عن العملات الرقمية وجاء حظر داخل القناة. صار هذا عندي الآن سترايكين. كلمت يوتيوب وتواصلت معهم، بينت لهم إن السترايك هذا لازم ينشال لأن أنا مالي ذنب فيه، وحرفيا شالوا الاسترايك هذا عني. ولكن يا جماعة الخير الفترة حاليا اللي إنا فيها الآن 2023 مقبلين على 2024، ممكن نشوف عمليات اختراق بشتى أنواع الطرق، والأشكال هذه تكون مخيفة بشكل كبير. ممكن أنت ما تنتبه لها ولا تدري عنها، ولكن معلوماتك راح تكون كلها مسحوبة. في المستقبل أنت بتضغط على أي رابط أنت ما تعرفه، لأن مع تطور العلم وتطور الإرشادات اللي قاعدة تصير برضو الهكر قاعد يطور الأسلوب اللي هو يجي فيه. يعني ما توقعت ولا 1% أن شركة تدفع لي فلوس عشان بس تخترق قناتي.
أنا توقعت أني انتهيت من المشكلة هذه وخلاص انحلت الموضوع وجهازي أموره زينة وكل شيء أموره زينة. شيكنا على الجهاز، فحصناه، تحققنا منه، طلع كل شيء كويس، يعني ضمننا أن الجهاز غير مخترق. بعد مرور ممكن حوالي 8 أو 9 ساعات شوي يجيني يا جماعة الخير عملية سحب على بطاقة البنك، والحمد لله بطاقة البنك هي بطاقة STC Pay، يعني هي محفظة أحط فيها فلوس، وفلوس هذه ما كانت كثيرة، كان فيها ما يقارب 140 ريال أو 150 ريال. هذه البطاقة يا جماعة الخير مخصصة لإيش؟ أشترك فيها البرامج المونتاج، أشترك لأشياء تساعدني في القناة، وأشتري فيها بأحيان دورات اشتراكات في حد تطبيقات نتفليكس والبرامج هذه. فأنا دائما ما أحط بطاقتي الأساسية إنها تكون في المواقع. جاني السحب، قلت الموضوع بسيط، أكيد إن أحد التطبيقات هذه. شوي يا جماعة الخير إلا يجيني سبام عملية سحب، سبام يعني في واحد قاعد يكرر عمليات السحب. قلت لو إنه تطبيق بيسحب مرة واحدة وبكرة بيروح يسحب مرة ثانية وبيحاول، يعني كل 24 ساعة عنده محاولة. ولكن اكتشفت إن هذا اللي قاعد يسحب ما هو تطبيق، الشخص اللي قاعد يسحب يا جماعة الخير اللي هو المخترق نفسه. طبعا المخترق وش سوى أول ما اخترق الجهاز؟ في شيء اسمه الكوكيز. الكوكيز هذه مجموعة بيانات تشملك أنت، وبرضه في شيء اسمه اقتراحات كلمات المرور. الكوكيز بشرح لكم عليها كذا مثال بسيط. إذا المخترق عرف الكوكيز حقك راح يعرف وش الأشياء اللي أنت تبحث عنها. نفترض إنك كل يوم تبحث عن قلم، راح تطلع لك إعلانات القلم واجد. في الكوكيز هذه محركات البحث صارت تسمح فيها، لما تدخل جوجل، تدخل تيك توك، تدخل البرامج هذه، كل عملية بحث أو كل شيء قاعد تشوفه يتسجل عندهم. فالعملية شوي معقدة وما أقدر أشرحها في مقطع واحد. المخترق هذا سحب الكوكيز وسحب الكلمات المرورية وسحب البطاقات البنكية اللي موجودة على جوجل كروم. بعض الأحيان يا جماعة الخير ما لي خلق إني كل شوي أدخل رقم البطاقة وخلي البطاقة محفوظة داخل المتصفح، هذا حرفيا غلط كبير أطيح فيه. بعدها يا جماعة الخير بوقت ممكن 8-9 ساعات زيادة صارت تجيني اتصالات ورسائل، والرقم حقي يا جماعة الخير رقم خاص مرة لأبعد درجة، لدرجة الرقم هذا يمكن يعرفه 5 من أخوياي وأهلي وممكن 2-3 عطيتهم حقين عمل أو شغل. صارت تجيني رسائل نصية، إعلانات، اشترك في التطبيق الفلاني، سوي الشيء هذا، سوي الشيء هذا. هنا أدركت إن الكوكيز حقي انسحب وبطاقات البنكية كلها انسحبت. في اليوم الثاني إلا يجيني اتصال، هنا الموت يا الربع، هنا يا جماعة الخير الموت الأكبر حرفيا، هنا الشيء اللي أنا ما توقعته وما كنت حاسب الموضوع أي حساب. أدري إنه بيجي في راسك بتقول سامة أوكي تراك يوتيوبر عندك مثلا 700,000 أو 680,000، في ناس عندك أكبر أرقام اخترقوهم ما صارت الأشياء هذه. أنا متأكد يا جماعة الخير بعد ما اخترقوهم وركزوا في الأشياء هذه، أنا بما إني دارس المجال وأعرفه بعرف كيف تصير الأشياء ذي وكيف بعدين يبيعون بياناتك، لدرجة في شركات كبيرة تنعرض معلوماتها في منطقة كذا، مكان ما أبغى أقوله ولكن مكان يبيعون فيه معلومات الشركات الكبيرة. بعد ما يخترقونها يجمعون كل المعلومات حقتها ويروحون يبيعونها. نرجع لمحور حديثنا، الموت وين فيه؟ جاني اتصال، والاتصال هذا اتصال خارجي، ولكن الاتصال هذا من مناطق هنا قريبة يعني حولي، هو مو من السعودية ولكن الاتصال حرفيا كأنه من السعودية. راح أمثل لكم الاتصال بتمثيل بسيط. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك ويبكيك. معي أسامة صالح. اي نعم معك أسامة صالح. انا هنا اليوم استاذ أسامة عشان اخدمك. اي نعم حياك الله. اخوي انت رافع طلب بخصوص سيارة جديدة. اي ممكن قبل ممكن 10 ايام او 11 يوم كذا. اي نعم هو مثل ما هو واضح عندي في النظام استاذ أسامة. بس ما ادري انت اتفقتوا علي بعد اسبوعين. اي نعم بس اليوم راح نلهي لك اجراءات بدري. اي بعد اسبوعين تقول السيارة راح تكون متواجدة. انا فاهم استاذ أسامة ولكن هذه السيارة اخر حبة موجودة عندنا في المعرض. عشان كذا حبيت انهي لك اجراءاتها بدري. اوكي هل تسمح استاذ اسامه ان نستمر في المكالمه واخلص لك اجراءات السياره اذا سمحت؟ طيب معليش الاسم الكريم. اسمي خالد فهد محمد عبد الرحمن. حياك الله اخوي. الله يحييك ويبقيك. انا هنا لخدمتك استاذ اسامه عشان اخلص لك اجراءات السياره اللي انت طلبتها استاذ. ايوه استاذ انت متواصل مع شركه مرسيدس بخصوص السياره؟ اي نعم اي نعم. سياره مرسيدس 2024 باللون الاسود. يا سلام عليك. إيه؟ تبدا هويتك استاذ اسامه ب12554. طيب حاب نسحب منك مبلغ استاذ اسامه قبل شراء السياره. طيب خلاص ما في مشكله. زودني برقم البطاقه الخاصه فيك حقه البنك استاذ. سجل عندك. كم اسجل استاذي؟ الرقم يبدا بكم من البدايه؟ عد لي من اليسار لليمين. كيف؟ اقول عد لي البطاقه من اليسار لليمين استاذي. الارقام من اليسار. اوكي ما في مشكله سجل عندك. طيب زودني اياها استاذي بكل هدوء كل رقم الحالة. سجل. كم؟ 52 52 استاذ اسامه. 94 94 استاذ اسامه. 1555 1555 استاذ اسامه. اي نعم. حرفيا هذا اللي صار لي. استاذ اسامه تسمعني؟ استاذ اسامه تسمعني؟
الموضوع الأكبر، شلون عرف إن عندي طلب في أحد وكالات السيارات؟ حرفيا قال لي أسامة صالح الدوسري. أنا انصدمت ولا جاء على بالي إن الشخص اللي قاعد يكلمني مو شخص تبع الوكالة. شلون قدر يعرف إن عندي طلب في وكالة السيارات؟ طبعا الاتصال هذا اللي اتصل عليك فيه معروف عنه اللي هو الهندسة الاجتماعية، وهذا شيء ترى يندرج من عمليات الاختراق. ترى مو مفهوم الاختراق إنه بس شخص يدخل أكواد معينة ويصير يخترقك منها، لا لا لا، هذا نوع من أنواع الاختراق. لأن وش الهدف الأصلي من الاختراق؟ هو سحب المعلومات. في ناس عندهم أسلوب حرفيا أقوى من أسلوب الهاك، يقدر يلعب عليك بالكلام ويسحب منك الشيء اللي هو يبغاه. طيب أسامة، الشركة اللي اخترقتك شركة أجنبية، وشلون اللي يكلمك شخص يتكلم باللغة العربية؟ طبعا يا جماعة الخير، المعلومات بعد ما تسحب من أي شخص في العالم تنباع في أماكن محظورة، ويجي الشخص اللي ما يخاف ربه فيشتري هذه المعلومات فيصير يحتال على الناس عن طريقها. وبرضو في زيادة على كذا على البطاقات البنكية، ترى في مواقع في أمريكا، ممكن قد مر عليك الشيء هذا، مواقع تسحب من بطاقتك الصراف بدون كود تحقق. والله العظيم انها مرت علي انا شخصيا، وانا دفعت شخصيا، كان لمعهد في امريكا حرفيا سحبوا مني، طبعا انا كنت راضي، طبعا سحبوا مني مبلغ اتوقع ممكن 2000 دولار بدون كود تحقق. طبعا يا جماعة الخير، بعد ما صار لي هذا كله قررت اني افرمت الجهاز، وافرمته بشكل كامل على اني فحصت الجهاز وتأكدت ان جهازي خالي من اي فايروس او من اي هاك متصل بجهازي. ولكن قلت من باب الاحتياط اني افرمت الجهاز هذا عن طريق الفلاشة، خوفي بس من هجمة اسمها، انا ما ودي اقول مصطلحها، ولكن يا جماعة الخير العالم كله انفتح والعالم كله صار مطلع بشكل كامل. ما انصحكم تستخدمونها، ولكن الهجمة هذه يا جماعة الخير تسيطر على الاجهزة اللي موجودة عندها. فمثلا نعطي مثال، حملت بأحيان برنامج وعطيته بالسماح للوصول، اول ما تعطيه السماح بالوصول راح يوصل لكل معلوماتك وانت ما تدري. بعد فترة انا يكون في اتصال بيني وبين الفايروس هذا اللي موجود في جهازك، وتخيل ان عندي 1000 فايروس مثلا موجود في منطقة الرياض نفترض، ومسيطر على 1000 كمبيوتر نفترض. فأرسل أمر مثلا للفيروس هذا، أقول له في رابط معين افتحه لمدة 15 دقيقة وقفله، بعدها أطلع. هنا أنا استفدت برضو مشاهدة، جاء على بالك الآن وعرف وش الاستخدامات اللي تصير فيه. هذه يا جماعة الخير الاستخدامات حقته يستخدمونها في الذباب الإلكتروني اللي يهاجمون فيه الدول حرفيا. فمثلا وانت ما تدري يوم من الأيام سويت لك مثلا حساب في أي منصة، والحساب هذا خامل، وجاء الفيروس هذا وسيطر على جهازك، فيصير يتحكم بحسابك وانت ما تدري، ويعطي مشاهدات للمحتوى، يخلي المحتوى اللي قدامك محتوى رائج بدون انت ما تدري. بعض الأمثلة نشوف مواضيع بأحيان تطلع ما لها داعي انها تطلع، ولكن شلون طلعت؟ عن طريق الهجمة هذه. الهجمة هذه خطيرة مرة، عشان كذا انا فرمت جهازي عن طريق الفلاشة. بعطيكم توضيح بسيط، جماعة الخير نظام ظهور في الترند سواء في تويتر سواء في اي مكان هو على عدد المشاهدات والواتش تايم حق نفس التغريدة او نفس المقطع. هنا يا جماعة الخير الخوارزمية تشتغل بالشيء هذا، بتقول مثلا اذا انت تبغى تطلع محتوى موجود مثلا في السعودية، يجيب لي مثلا 100,000 جهاز يشوف المحتوى هذا. انا ما اتكلم لكم عن السيرفرات الوهمية او السيرفرات اللي تعطي مشاهدات بشكل وهمي، انا اتكلم لك عن شيء يعطي ناس مجندين العمل اشياء انت ما تدري عنها. حنا في عالم خطير، اول كانت الحروب تخاض بالسيوف، ولكن الان اصبحت الحروب رقمية. عشان كذا يا جماعة الخير قررت اني افرمت الجهاز بشكل كامل. طبعا بعد مرور ممكن 3 أو 4 أيام، الله يعطيهم الف عافية، جميع اليوتيوبر الموجودين عندنا في الوطن العربي تواصلوا معاي بخصوص موضوع القناة. أسامة في شيء تبغى نقدم لك، شيء تبغى نساعدك في شيء، ولكن بينت لهم ان الموضوع تحت السيطرة. في نقطة مهمة، شفت الكلام هذا كله اللي قاعد اقوله، ممكن يوم من الايام تشوف احد افضل اليوتيوبر اللي انت تتابعهم مخترق بهذه الطريقة. لا تستغرب، لان كل شوي تطلع طرق جديدة. في الشيء الأول إذا أنت ما عندك توعية في الشيء اللي قاعد يصير أنت معرض للاختراق. المهم مرت يومين 3 أيام إلا القناة حقتي رجعت. يوم رجعت رجع لي الإيميل الرئيسي بعد ما تواصلت مع الشركة وعرفوا أني أنا صدق أسامة، أنا صدق فيوار. رجعوا لي إيميلي وادخل إيميلي وحصل يا جماعة الخير نفس الهكر هذا ساحب من البيبال حقي، ساحب مبلغ ما يقارب 380 دولار بحدود المبلغ هذا. طبعا رحت وسويت ريفاوند، ريفاوند أني أرجع المبلغ، إن هذا أندفع المبلغ بغير حق. حصلت
الإيميل اللي هو مرسل عليه الفلوس. الإيميل هذا بإذن الله إنه راح نطلع فيه معلوماته، وأنا متأكد إن الشخص المخترق هذا ما هو موجود داخل السعودية أو داخل دول الخليج، ولكن شوفوا السيناريو العميق اللي مريت فيه، ممكن أنت في يوم من الأيام تمر فيه وأنت ما تدري. وجب التنبيه يا جماعة الخير، ما أبغى أطول عليكم، الله يعطيكم ألف عافية على حسن الاستماع، وإن شاء الله إني قدمت لكم الشيء اللي صار مع شوي من المعلومات اللي ممكن توعيك في الأيام الجاية. إلى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، صل على الحبيب وعلى أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اضغط لي على اللايك واشترك في القناة، باقي شوي على 1,000,000 متابع. سلام. المقطع السابق إذا أنت حاب تشوفه، سيارة صغيرة سوينا فيها أفكار كثيرة، المقطع قدامك، مشاهدة ممتعة.